طبعا ما زلنا مستمرين في شارع منطقة الزمامة اللي هي بدايات التمشيات هنا. نشوف البلدية، شوف البلدية ايش قاعدة تسوي، قاعدين يشيلوا كل هذا، شوف قاعدين يكسرونها كيف. نصورهم هنا، حنصور الان، حناخذ اليوتيرن عشان نصور الحدث هذا. طبعا في النظام هنا اذا اي احد خالف بالذات اوامر البلدية فعندهم تصريح بالازالة، فحنوريكم عينة من تصاريح الإزالة، تنفيذ تصاريح الإزالة. يعني لو جاء واحد على أرض يا عبد العزيز وبنى سور والأرض مهيله وبلغ صاحب الأرض، تيجي البلدية وتجيب المعدات حقتها وتجيب سيارة الشرطة. فهنا هذول كلهم مخالفين، هيكسروهم بالدور. شوف هذا واحد ما ادري كسروه ولا لا، شايف هذا الشيول كسروه، شوف لانه مخالفين، شوف واضح ان هذول مخالفين. هذه سيارة البلدية وهذه الحاجات الشيوة قاعد حق البلدية، حق البلدية. ايوه هم الشرطة، طبعا هذا تنفيذ الشرطة يا بابا. هذول ناس مخالفين، شوف يحاولوا يفتحوا الأماكن هذه كلها مخالفة، وهذولا جايين ينفذوا أوامر إزالة. نفذوا بعضها، كسروها، وبعضها لسه باقي. شوف حقين تأجير الدبابات هذولا، يعني يمكن الارض هذه صاحبها يبغاها الان. ها شايف الدبابات؟ تقول انت ما تبغى دبابات؟ ها العموم كذا وضحت الصورة. طبعا لا ما رح نحسنونا كذا، وضحت الصورة فعليا. على طول جايين يشيلوا المخلفات والركام والحطام. يلا والموسيقى الحزينة هذه مناسبة عشان أصحاب ال... أيوه.